صباح الخير، صباح الهنا على قلوبكم يا رب. صباح الخير على احلى اخوات في الدنيا، يجعل صباحكم زي قلوبكم الحلوه. انا صاحيه كده من الساعه 7 الصبح، نزلت الولاد المدرسه وقلت بقى ايه اتنشط كده والم الدنيا. عايزه اقول لكم انا كنت قعدت يعني امبارح ما عملتش اي حاجه في الشقه، كنت تعبانه شويه. إيه قمت لقيت الدنيا خربانه، يعني ما فيش حاجه في مكانها، مواعين بقى وكوبايات والفطر بصوا الدنيا تضرب تقلب، ازايز فاضيه، شفاش فاضيه، كل حاجه تتخيلها ولا تتخيلها موجوده في المطبخ النهارده وفي الشقه. بس على مين انا نزلتهم وجيت فطرت الاول، رحت السوق. طبعا الناس بتبقى فاتحه بدري قوي ايام الدراسه، يعني الخضار بيبقى مفروش في السوق. رحت جبت بقى ايه، بتنجان وقوطه وفلفل اخضر وجزر، وجبت جنزبيل. عايزه اقول لكم مشروب سحري يا بنات والله. إيه عايزه تخسي، عايزه تهضمي بعد ما تاكلي، لا تقولي بقى شاي اخضر ولا اي حاجه، انا بستعمل الشاي الاخضر برضو، بس والله هو تحفه ويعني مفيد، مش رافع للمناعه، كويس للبرد، حلو بجد الجنزبيل الاخضر ده، بستعمله على طول. جبت بقى معايا بيض وجبت ليمون، كان الليمون عندي خلص، نظفت كده مكانه ورميت المناديل بقى، كان بقالها كتير قوي عندي فلمتها كلها ورميتها، وقلت ايه استعمل مناديل جديده. فرشت مناديل من بتاعه المطبخ تحت، وبعدين بقى بجيب مناديل اللي هي العاديه بتاعتي، اللي بتاعه الاستعمال بتاعه الشقه بره، يعني اللي هي العلبه العاديه، وبكور كل واحده في منديل كده او نص منديل زي ما انا قايله لكم، انا عملتها في فيديو معاكم قبل كده. الليمون بيقعد معايا بالشهر او اكتر، ما بيجرالوش اي حاجه خالص وبيبقى حلو جدا جدا. وبعدين بلفها بورق استريتش. كان معايا بقى اللبن وفينو برضو كنت جايباه، قلت اجيبه كده عشان افتكر ان انا احطه في التلاجة. الفينو بشيله في الفريزر، بيقعد معايا يعني بيقعد معايا على قد ما بيخلص، ممكن يقعد معايا بالاسبوع يومين ثلاثه حسب السندوتشات واستعمالنا احنا يعني واستهلاكنا من الفينو. المنظف ده للحمام تحفه تحفه بجد والله، ده للارضيات وده للحمام، يعني ده بمسح بيه بره الشقه. ومعايا فريده اللي هي بالليمون والنعناع، عايزه اقول لكم برده تحفه، بتخلي ريحه الشقه وهم يا بنات والله. وانا عن بالنسبه لي الاوكسي ده جل، او قصدي الكلوروكس الجل ده، افضل من انواع تانية كتير بجد. معايا بقى دقيق، يعني الواحد بقى ما بينزل بينزل يجيب حاجات بصراحه، يعني بجيب اللي كل ناقصني في البيت. شلت الجنزبيل من الشنطه السوداء عشان مش هينفع احطه، انا مستنيه بس اجيب ورق استريتش عشان عندي خلصان، وهغلفه فيه واشيله في يعني على قد استعمالي، هشيل في التلاجة والفريزر هشيل الباقي فيه. نظفت التلاجة بقى عشان احط فيها كل حاجتي، لان طبعا كانت التلاجة عندي فاضيه، كانت انا بقول لكم يعني ايه، كانت يوم تعبانه ويوم ما نزلتش ما كانش في حاجه في التلاجة خالص. بقى نظفت التلاجة كويس جدا، وحطيت بقى الفلفل والحاجة بتاعتي في قلبها. والله المنظمات دي حلوة جدا جدا وبتشيل كتير بصراحة عن الـ يعني ايه، عن البلاستيك والحاجات اللي احنا كنا بنحط فيها السلة والحاجات دي. ودول كانوا العلب دي عندي بتاعت الخزين، والكاوتشة اللي فوق باظت مش عارفة ايه، المهم بقيت احط فيهم بيض وحاجات من دي. لميت بقى الزبالة، لميت المطرح الفطار، ما كنت بعمل فطار الاولاد. كان بقى معايا في يعني الفلوس اللي بقيت معايا عند العطار، انا بحب يعني اطلع من السوق ما يبقاش معايا ولا شيلين، فجبت كان القهوه خلاص قربت تخلص، فقلت اجيب حتى لو كيس صغير هو يبقى موجود في البيت، لان انا جوزي يعني ايه بيحب القهوه شويه، فما ينفعش ما تبقاش موجوده في البيت يعني، فقلت اجيب كيس صغير لحد ما ابقى انزل تاني ان شاء الله وبجيب. يعني هي كانت اخر فلوس معايا، فجبت بقى الكيس الصغير ده، تقريبا كان ب 11 جنيه يعني، انا كنت بقول له انت طلعتني من غير ولا شيلين يعني. المهم نلم بقى المواعين بتاعتنا كده، الاول نفضي الصفايه بتاعتي عشان يعني ايه يبقى منظمين وما تبقاش الدنيا مكركبه علينا. جيت من السوق الم الخضار بتاعي الاول، لان عشان انا افضي الرخام كله، وبعدين افضي الصفايه، لم بقى مواعيني واغسلها واظبط دنيتي كده وارتب يومي عشان ما يبقاش اليوم بتاعي مكركب. لم كل الزباله طبعا، الاولاد عندي بقى يعني ايه كل ورمي وغسلوا فراوله ومش عارفه ايه، عايزه اقول لكم ظبطوا الدنيا يعني، بس يعني كتر خيرهم ان هم بيقفوا بيعملوا لنفسهم في الاول في الاخر يعني، فمعلش يعني يوم وعدى. اكيد طبعا كلكم اتحطوا في الموقف ده، بيبقى الواحد تعبان ما بيبقاش قادر يقوم، فالحمد لله. اغسل كده بقى المواعين بتاعتي، مطرح بقى ايه الفطار وبواقي من بالليل. يعني انا كنت بعد الغداء نظفت المطبخ ودخلت، ما قمتش تاني خالص بقى، ما قمتش، دخلت المطبخ كنت تعبانه جدا ما قمتش من مكاني. هو ده بقى اللي من بعد الغداء، يعني بقى ايه سحلب
حاضر، مشروبات يعني انا قمت عملت لهم السحلب، بس بصراحة هما اللي عملوا يعني بقى ايه، عندي بنتي الكبيرة بتقوم تعمل لبابا بقى شاي جنزبيل، شاي اخضر، مش عارفة ايه، بتقوم تعمله الحاجات دي، بتعرف هي تعملها يعني. امال الحاجة اللي بتبقى على البوتاجاز لا، يعني ما بخاطرش بصراحة في الموضوع ده لان هي لسه صغيرة برضو. المهم كده ايه، عايزاكي تتشجعوا كده وتقوموا، يعني لو وراكي حاجة تعمليها قومي كده دفي نفسك بمشروب سخن وقومي تشجعي واعملي. بص الحاجة بتجيب حاجة بصراحة، يعني تبقي قايمة قصدك تعملي شوية حاجات في المطبخ، فجأة ربنا بيسهلك وبتعملي الشقة كلها، الغسيل أهم حاجة في الشقة كلها، يعني أنا بالنسبة لي أهم حاجة في الشقة كلها الحوض يبقى نظيف وسبت الغسيل يبقى فاضي، أنا بالنسبة لي بعد كده الدنيا زي الفل والله، أي حاجة في الشقة مقدور عليها، بس الاتنين دول يبقوا خلصانين، ببقى الدنيا بتبقى بالنسبه لي كده الغسيل خلصان ومطبق والحوض نضيف، ده عندي بالدنيا وما فيها. كان الشفاط عندي بقى اتبهدل كده، كان بقالي كتير ما غسلتوش، جبت الاسترس، ده الاسترس حلو جدا يا بنات ومش مؤذي زي الباور والحاجات دي، حلو قوي، حطيته كده ونقعت بيه الشفاط شويه، ولو مش عندك استرس مش ازمه، شويه ملح ليمون من عند العطار او كربوناتو على شويه خل بيخلوه قشطه، بس يعني انا بستسهل ده برضو ايه يعني سريع معايا اسرع، التاني عايز ميه سخنه وكده، ف ما عنديش ده، صرفي نفسك بملح ليمون ب2 جنيه ملح ليمون، قصدي كربوناتو ب2 جنيه كربوناتو على خل، وامسكيه هيخلي الشفاط بصي فله. ساعات كتير قوي مبقاش عندي الاسترس بجيب شويه كربوناتو من بتاع الغساله على شويه خل وبمشي حالي وبتبقى دي زي الفل، وبرضو بيخلي الاستانلس تحفه، بصوا الشفاط نور كده يعني، بقى كان منظره الاول عار بصراحه، كنت ببص عليه كده، انا بالنسبه لي الشفاط والشباك ده عندي عامله لي مصنفر عشان الجار اللي قدامي ميبقاش كاشفني، عايزه اقول لكم لو حطيت ايدك عليه وايدك بس مبلوله شويه ميه بيتوسخ منك. ف مسكته كده غسلته غسله حلوه، انا حطيت برضو شويه استرس من اللي معايا دول في قلب الصابون وشوية صابون صغيرين، وخلاص كده غسلته بالسلكة كويس جدا وشطفته. بصراحة ما بعملوش بحتة بالإزازة المصنفر ده، والله يا جماعة متعب جدا، أنا الشباك الوحيد اللي في الشقة عندي الإزاز المصنفر ده هو بتاع المطبخ، مع ان يعني المفروض الجار اللي عندي ملهوش احقية ان هو يفتح عندي شباك لان المنور بتاعي، بس يعني الطيبة بقى قالك لا خلاص يعني معلش، ومع اوضه ودي التهويه بتاعتها، فجوزي قال خلاص يعني. طب يا جماعه ما انا كده مش واخده حريتي ومش بعرف اقف في المطبخ براحتي، يعني فين وفين لما بلاقيهم قافلين الشباك، يعني بنى لهم الطوب ده هو بناه بس ساب له حته صغيره من فوق اللي هي تبقى تهويه يعني. المهم يعني اللي بيعمل خير ما بيروحش بعيد، فخليها علينا. غسلت كده ونشفت الشباك بتاعي خليته قشطه، عايزه اقول لكم يعني الرخامه دي تحفه تحفه بصراحه، يعني انا بحب الرخام بتاع الحوض يبقى كبير، كان عندي في الشقه القديمه كانت الرخامه محكومه قوي، كانت بتبقى مضايقاني، اول حاجه ركزت عليها ان انا اعمل الحوض رخامته كبيره، ما يعني ما اخدش مثلا المكان بقى في اجهزه او الفريزر او كده، لا قلت لا انا عايزه الرخامه دي تبقى كبيره عشان اخد حريتي فيها كده، بغسل بقى احط اخضار مش عارفه ايه، تبقى الدنيا عندي كويسه. المهم غسلت الحوض بتاعي كويس كده كده ونظفته، الحوض برضو يعني اكبر حاجه جبتها في الشقه هي الحوض بتاع المواعين، كانوا بيقولوا انت جايبه بانيو، بجد الحوض بتاع المواعين بيبقى كبير، بيبقى بجد يعني ايه بتاخده حريتك، انا بفضي فيه قفص الاوضه بياخده، يعني تخيلي بقى الكميه اللي انا بحطها فيه. المهم شطفت كده وخلصنا الحوض، نصلي على الحبيب المصطفى كده ونشجع بعض، ما تنسوش الصلاة على النبي، خلاها وتر في يومكو، كل ما تبقي مخنوقة وزهقانة كده استغفر وصلاة على النبي بيشجعك والله العظيم وبيديكي طاقة إيجابية كده وبتبقي سعيد. أنا كده بصي أسعد لحظة في حياتي الحوض خلص، يعني الحوض خلاص خلص، أروح بقى إيه لبقية الرخام بقى بتاع المطبخ وظبط الدنيا. خدت هنا معلقة كربوناتو أو معلقتين، شوية خل، وكان معايا يجي كوباية مية أو أكتر في البراد، شغلتهم بقى كده وسبته بقى ايه يغلي مع نفسه. عايزه اقول لكم لو انا سايبه الصوت بتاع الفيديو نفسه الاصلي هتسمعي صوت الغلي كده، يعني صوت فوران في قلب البراد، تحس ان في ثوره. هاخد بقى دول كده مطرح بقى، لان انا حطهم جنب البوتاجاز بيتبهدلوا جدا، عايزه اشوف لهم مكان تاني والله، بيبهدلوني لو قليت شويه بطاطس او اي حاجه تحس ان هم مزيتين، يعني عايزه انضفهم على طول.
فعايزه اشوف لهم حاجه، اعمل كورنر تاني للشاي والحاجات دي بعيد شويه عن الاجاز، بس هفكر في الموضوع ده. يعني ايه عايز قعدايه كده، اخد بقى ايه السيراميك اللي حوالين البوتاجاز كده على قد ايدي، تنظيفه مش عميقه لان لسه نظفت المطبخ ما كملتش يعني من فتره قصيره، بس لازم تبقى ايدي فيها على طول عشان ما تتفاجئيش بحاجات مش كويسه، يعني تتفاجئ الدنيا كلها خربانه. لا بجد كل اسبوع كده لو ايدك في المطبخ، خدت السيراميك اللي حوالين البوتاجاز، عملت البوتاجاز، خدنا الشباك الشفاط، لا هتلاقي الدنيا اسهل كتير ومش هتتعبي. حتى وانت بتشيلي يعني الشيله اللي هي العميقه بقى اللي احنا بنغسل فيها المطبخ وبننزل اللي فيه وكده، لا بتبقى الدنيا سهله شويه عننا. دلوقتي كده خلص البراد بتاعي بالصوص، ولا بس انا عايزه اغسله جوه صوص عشان يعني ايه يبقى كل حاجه فيه، يعني الحاجات اللي في قلبه بتبقى ده اللي هي الحاجات مكنه غليه الميه، بتبقى في حاجات بيضه كده بتبقى رخمه قوي، عايزه اغسلها وهي سخنه عشان ما يبقاش فيه اي رواسب من الميه ويبقى نظيف. الكربونات بيخلي الستانلس تحفه، هو يعني طبقات الستانلس من جوه مش ازاز ولا حاجه يعني او بلاستيك، انا مش بحب البلاستيك دول خالص بصراحه يا بنات. حتى بصوا انت لو لاحظت الغطا بتاعه من فوق، البطانه اللي من جوه ستانلس برضه. البلاستيك الرفاص دول اللي هو ب 70 جنيه و 75 جنيه، نصيحه مني ليكم بلاش، بيطلع ريحه مش حلوه خالص وهو شغال، واكيد طبعا هيبقى مضر يعني، هو اكيد الكهرباء مضره بس برضه يعني حاول يبقى اقل ضرر يعني. شوف كويس جدا من الكربونات ومن الخل عشان ما يبقاش ريحته كيف في الشاي، هامله وادلق هامله وادلق لحد ما يبقى ايه يبقى نضيف. همسح بقى ايه القعده بتاعته، طبعا دي ما بتغسلش تحت الميه، مسحتها بقى ومليته ميه وسبته، ما عادش معايا في بقى الرخامه دي اللي هي عند الفرن. ويلي بقى احط، عايزه اعمل كوفي كورنر او اللي هي البراد بالسكر بالشاي والحاجات القهوه والحاجات دي في جنب، بس مش عارفه اعملها فين لان هنا الجنب هنا بيبقى بعيد عني ومفيش غير فيشه الغساله، وساعات ببقى عايزه يعني اشغل الفرن واروح فاصله الغساله، ما عنديش غير فيشه واحده، مش انا اللي مؤسسه المطبخ، انا واخده كده يعني. لما جينا عزلنا كان حد يعني كان الناس اللي احنا شاريين منه كان هما اللي مؤسسين المطبخ. المهم كده نظفت ايه الكفر بتاع الغساله برده معايا، مجهز بقى الغدا بسيط وسهل النهارده، يعني هنعمل ايه اكله بسيطه كده. دول كانوا البيضتين دول كنت سلقاهم للبنات لما يجوا من المدرسه، مش بياكلوا خالص لما يجوا من المدرسه، بيكتفوا باللانش بوكس، فبسلق لهم بيضه ان هم ياكلوها يبقى حاجه مفيده وكلوها وخلاص. انا هعمل النهارده مكرونه. المكرونه عملتها ازاي سريعا كده، صلصه من اللي انا مصلصاها اللي هي المتصفيه، صلصه حطها على النار اتسلقت واتصفت، حطيت لها نص بصلايه، فص ثوم، معلقه سمنه بلدي، معلقتين زيت مع بعض، غلو كويس. سلقت المكرونه نزلت بيها 10 دقايق، وطي عليها خالص لحد ما تتشكشك مع بعضها كده، وشويه بطاطس شويه بتنجان بقوطه، وعملت لهم صوص كده اللي هو ثوم وطماطم وقرن فلفل، ضربتهم في الكبه ونزلت عليهم بشويه كمون، وده كان غدانا النهارده. اشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله، ويا رب لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش يا حبايب قلبي في لايك وكومنت حلو على ذوقكم واشتراك لو مش مشتركين. اشوفكم على الف خير، رب يسعد قلوبكم يا رب، مع السلامه.